مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الصحافة اليوم، والذي نتناول فيه بالقراءة والتحليل مجموعة من أهم وآخر العناوين والأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. وفي حلقة اليوم أصحبكم إلى هذه الجولة في العدد الجديد من جريدة أخبار اليوم، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو للتحليل والتعليق على الأخبار الأستاذ نبيل عطا، مدير تحرير الجريدة. أهلا بحضرتك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. مجموعة متنوعة من الأخبار معنا النهاردة، وهنبدأ على طول من الصفحة الخامسة ونطالع هذا العنوان: اجتماع مشترك لقيادات الشرطة والجيش لوضع خطة تأمين افتتاح القناة، بدء الانتشار الأمني المشترك بالقاهرة الكبرى صباح الغد، كامل وزير بدء العمل بأنفاق قناة السويس الجديدة أكتوبر المقبل. طبعا من خلال العنوان أستاذ نبيل، يعني هذا العنوان يتحدث عن موضوعين: أولا خطة أمنية، وثانيا استكمال العمل في مشروع قناة السويس، وتحديدا الأنفاق المفترض أن يتم البدء فيها. بداية نتحدث عن أهم ملامح الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات. وطبعا احنا عندنا زي ما كنا بنقول او متعودين نقول: لا صوت يعلو على صوت قناة السويس الجديدة في مصر وربما في المنطقة العربية وربما في العالم، لأسباب بسيطة. انه بعد ثورة في ظل الظروف السياسية منهكة للدولة، المصريين وزي ما الرئيس وعد فتح سيسي يحفروا قناة بطول 74 كيلومتر بفلوس المصريين بس، مش بمعونات خارجية. العمل كان المفروض يستغرق 3 سنين واكثر، يتم انجاز العمل طبقا لتوجيهات الرئيس خلال سنه فقط. منذ بدء الحفر واطلاق اشاره البدء في 6 اغسطس 2014 انتهى العمل فعليا، بدا التجريب الملاحه في القناه. الخميس المقبل ان شاء الله انا هحتفل 90 مليون مصري، اكثر من 50 وفد رسمي من 50 دوله في العالم، فيهم رؤساء، فيهم رؤساء حكومات، فيهم وزراء، فيهم اعلاميين، 7000 مشارك هيحضروا احتفال المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة، اللي بيصفوا البعض وبيصنفوا ان هو اهم انجاز او تاني انجاز للمصريين في القرن العشرين وربما في المنطقة. لانه ببساطة قناة السويس هتحول بالقناة الجديدة دي لاسرع ممر عبور مائي في العالم، حتى قناة بنما، حتى كل الممرات، السفن العابرة من قارة لقارة بتستغرق زمن طويل يفوق حاليا من 15 ل 18 ساعة. بعد الانتهاء من حفر القناة هيبقى زمن العبور 11 ساعة فقط، وده بالمعادلات العالمية هو أسرع زمن عبور بين القارات. طبعا الحدث لأنه ضخم، عدد المشاركين كبير جدا، في تنسيق أمني على أعلى مستوى بدأ بالفعل من فترة طويلة، لأنه الحدث اقترب أيام بسيطة. في اجتماع على أعلى مستوى بين القوات المسلحة بين الأمن، في تخصيص لحوالي 100,000 جندي وضابط من القوات المسلحة والداخلية لتأمين فعاليات الاحتفالات في كل الدوائر المحيطة بقناة السويس. في فرق وتشكيلات رئيسية هتحمي المناطق المجاورة، في فرق مستعدة للتدخل الفوري في أي لحظة فور حدوث أي ما يعكر صفو هذه الاحتفالات، وإن شاء الله ما فيش ما يعكر صفو هذه الاحتفالات إن شاء الله. فالاجتماع مهم والحدث مهم، والدولة مستعدة، لأنه زي ما نجحنا في تأمين المؤتمر الاقتصادي اللي كان مشارك فيه العدد الضخم من كل دول العالم، إن شاء الله مصر هتأمن الاحتفال ويخرج بصورة مشرفة، ويبقى رسالة جديدة للعالم بأن المصريين هم دايما قادرين يعملوا لو أرادوا. يعني إن شاء الله يبقى حفل كويس قوي. نتمنى ذلك بالطبع. ومن ناحية التأمين ننتقل إلى الحديث عن الفرقات أفريل، ففي الصفحة الثامنة هناك خبر عن هذا الموضوع يقول: تحيا مصر على الأرض وفي الجو والبحر، الفرقات أفريل تنضم لأسطول القوات البحرية وتبدأ أولى مهامها من قناة السويس الجديدة، الفرقات الجديدة الأحدث في العالم والأولى من طرازها في المنطقة. يعني ما هي طبيعة المهمة التي ستقوم بها الفرقات أفريل في افتتاح القناة؟ الفرقاطات هي معدات بحرية متعددة، بنسميها في القوات المسلحة معدة حربية متعددة المهام القتالية، عليها قذائف صواريخ، عليها أسلحة متنوعة، تعتبر من أهم القطع البحرية في كل أساطيل العالم، وهي تعتبر الأحدث من نوعها كفرقاطة بحرية تنضم لأسطول بحري في المنطقة وهو الأسطول المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي بإشراف شخصي هو اللي تعاقد مع فرنسا وأشرف على التوقيع في فبراير 2015، وبالفعل وصلت الفرقاطة النهاردة وتم تدشينها ورفع العلم المصري عليها، كان بحضور الفريق أو
وزير الدفاع، وكان بحضور رئيس الأركان في محمود الحجازي وبعدد كبير من قيادات القوات المسلحة والقوات البحرية. وجود الفرقاطة ده أضافة قوية للجيش المصري وللأسطول البحرية. كان مع الفرقاطة في 2 لانش، في معدات عسكرية ومتنوعة الهدف والتصميم ستصل تباعا وسيتم الكشف عنها خلال الأسابيع القادمة، بحيث أنه القوات المسلحة بكل ألياتها ومعداتها وأفرعها القتالية ستضم أحدث أنواع التسليح خلال الفترة المقبلة كشكل من أشكال التطوير اللي نقدر نواجه به التحدي اللي الدول العالم أو الدول المحيطة بالمنطقة بتحاول أنها تهدد تماسك وكيان المنطقة، تحديدا مصر بوصفها قلب المنطقة العربية. ووجود مثل هذه القطع البحرية أو المقاتلات الهامة يعطي رسالة ردع لدول العالم ومن يفكر في طبعا هو كل إضافة، وده كان أحد أهداف أو دايما هو أحد أهداف قادر القوات المسلحة في مصر الحقيقة أو الجيش المصري، لأنه الجيش المصري حالة الارتباط الوثيق بين الجيش والشعب. الجيش دائما حريص أنه يقوي نفسه ويطور نفسه، لأنه الجيش في مصر مختلف عن باقي جيوش العالم. الجيش في مصر جزء من التكوين الشعبي، جزء من الأرض، جزء من الأهداف الاستراتيجية، جزء من الحياة الطبيعية بتاعتنا. الجيش كان شريك في الثورة الأولى، كان شريك في الثورة الثانية. هو الجيش المصري هو المشرف على تنفيذ قناة السويس. الجيش المصري هو المشرف من المشروع القومي للطرق. فبالتالي أي إضافة زي ما حضرتك قلتي بالظبط كده لتسليح الجيش المصري دي إحساس بالإطمئنان للشارع وللشعب، رسالة قوية للدول المجاورة بأنه رغم كل الظروف المحيطة احنا مصرين على تطوير نفسنا، على تطوير أسلحتنا، على تطوير معداتنا القتالية، على تطوير مهارة المقاتل المصري بمختلف مستوياته سواء الوظيفية أو التدريبية. ننتقل إلى الصفحة الرابعة وموضوع عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر غدا، فنقرأ هذا العنوان: الرئيس يلتقي كيري غدا، كيري يصل القاهرة مساء اليوم، بدء الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي غدا. أستاذ نبيل، يعني ما أهم ما سوف يتناوله هذا الحوار المصري الأمريكي؟ هو طبعا احنا بعد الثورة مرينا بمرحلة شائكة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما العلاقات وصلت لأدنى درجاتها منذ نشأة العلاقات المصرية الأمريكية لأهداف تخص أمريكا ولا يعني لا تخص مصر على وجه التحديد. مصر دولة لها سياستها، لها اختياراتها ولها إرادتها السياسية، فلا تقبل بفرض إرادة سياسية من الخارج أو بإملاءات سياسية، وهذا ما كانت تريده أمريكا بالفعل من خلال تعاونها مع الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية بشكل عام. تم الاتفاق بعد ثورة يناير وبفضل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولية على بدء حوار استراتيجي مصري أمريكي يتم تباحث في كل الإشكاليات التي حدثت خلال الفترة الماضية، يتم وضع برنامج للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مستقبلا، وهيتم تدشين الحوار ده إن شاء الله اعتبارا من غدا في زيارة وزير خارجية أمريكي جون كيري اللي هيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيبدأ أولى جلسات الحوار الاستراتيجي مع وزارة الخارجية. كل دولة بتطرح تصورها للتعاون، كل دولة بتطرح تصورها لخطة تحركها السياسي، تصورها للقضايا المثارة على الساحة الدولية أو الساحة الإقليمية، وبيوصل لصيغة تعاون مشترك تتجاوز الخلافات قدر الإمكان مع الحفاظ على استقلال القرار السيادي الوطني. صحيح. وماذا عن توقيت هذه الزيارة وبدء هذا الحوار في هذا التوقيت؟ هو الحوار كان مخطط لي أنه يبدأ في التوقيت ده، مش مرتبط لا مرتبط بقناة سويس أو مرتبط بأحداث، ده اللي كان مخطط للحوار في هذا التوقيت، وربما يكتسب أهمية أكتر باقتراب افتتاح قناة سويس في هذا التوقيت، ربما يضفي قدرا من الأهمية أكبر على هذا الحوار، إنما لا علاقة له في الحقيقة بما يحدث حاليا على الساحة المصرية، لأن الموعد كان محددا مسبقا طبقا لبداية أو جدول أعمال الحوار. تمام. إذا هو مجرد تصادف بالزبط. مع اقتراب افتتاح القناة. ننتقل إلى الصفحة 14 ونقرأ هذا الموضوع: ردا على تعديل قانون المحكمة الدستورية، أحزاب تبحث عن مخرج لتحصين مجلس النواب من الحل. أستاذ نبيل، يعني ما مدى إمكانية تحصين المجلس أو البرلمان القادم؟
هو الأحزاب عندها حالة رعب لما الحكومة أصدرت القانون الجديد بتعديلاته وقالت في التعديل إنه لا يتم الالتزام بتوقيت معين للحكم على مدى دستورية بعض القوانين، فده يظن خلى بعض الأحزاب تظن إن الحكومة وضعت هذا الشرط كسيف مسلط على رقاب البرلمان أو البرلمانيين، بحيث الحكومة لو أرادت أن تحل المجلس في أي وقت تحله، سواء تركت له شهر عايز تحله بعد شهر، تحله بعد شهر، تحله بعد سنة، تحله بعد سنة. فهم عايزين يوصلوا لصيغة أو لتشريع أو لتصور يمكنهم من الحفاظ على استقلالية أو ضمان عدم حل البرلمان خلال الدورة البرلمانية بأكملها. فبيفكروا أنه بمجرد عقد أول جلسة للبرلمان أنه يتم التصويت على فكرة عدم حل البرلمان مطلقا أو تحصين البرلمان ضد أي قرارات بحله، وبيحاولوا يروجوا لده بين كل القوى الأحزاب السياسية. إنما ده هيصطدم بالقانون وبضرورة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية. فأعتقد أنه المحاولات في النهاية ستفضي إلى الفشل، لأنه الحكومة ليس هدفها أن تحل البرلمان بقدر ما يكون هدفها هو الوصول لحالة توافق سياسي ومجتمعي ومرور أو العبور بالمرحلة الانتقالية لبر الأمان حتى تجتاز مصر المرحلة وتنطلق في مسيرتها إلى أفاق أرحب إن شاء الله. يعني بالطبع مجلس النواب سيكون هو الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة المستقبل. عودة مرة أخرى للصفحة الثامنة ونقرأ هذا العنوان: في أقل من شهر القوات المسلحة تنتهي من رفع كفاءة معهد القلب القومي. طبعا أستاذ نبيل يعني منذ فترة تولت القوات المسلحة وبإشراف رئاسة الوزراء إصلاح أو تحسين الأوضاع في معهد القلب القومي. من خلال هذا الملف في جريدة أخبار اليوم، كيف يمكن الارتقاء بمنظومة الصحة والمستشفيات بشكل عام في مصر، ويعني هل نعتمد في كل شيء على القوات المسلحة؟ طبعا هو يعني لحسن الحظ وربما احيانا لسوء الحظ، لحسن الحظ ان احنا عندنا هيئه مؤهله وقادره على التدخل السريع وحل مشاكلنا. يعني معهد القلب مؤسسه طبيه مهمه جدا لقطاع كبير من المصريين، تحل لهم مشاكل اقتصاديه كبيره جدا، لا يتمكنوا من الانفاق او الذهاب الى مستشفيات خاصه فئه الخمس نجوم. فمعهد القلب هو الملجا لعدد كبير، مئات الالاف من المصريين. معهد القلب فترة قبل زيارة رئيس الوزراء اللي كشفت القصور والتدني الحقيقة، وانه عدد كبير من غرف معهد القلب تحولت الى مناشر غسيل زي ما كان زي ما شفنا في الصور. يعني الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تولت الاشراف من خلال خطة تطوير سريعة جدا استغرقت شهر تقريبا، تم تطوير اكثر من 22 عنبر في المستشفى. ده بيدي رسالة انه احنا ممكن نعمل لو خططنا صح، قدرنا مظبوط، بنكمل مظبوط، وبنقدر نحل المشاكل. ده يدي رسالة عكسية أو رسالة تانية مضمونها إنه لازم أي وزارة تستفيد من درس الهيئة الهندسية والقوات المسلحة. عندي قصور في جهة، الوزير لغاية أصغر موظف في الوزارة عنده حالة تقييم شاملة لكل قطاعات مؤسسته، وتحديدا مؤسسة الصحة ومؤسسة التربية والتعليم والمؤسسة الصناعية. ثلاث مؤسسات دول هم عصب أو الثلاث أعصاب الرئيسية للمجتمع المصري. لكن ونحن نتحدث هنا عن معهد القلب، يعني هو مش الحالة الوحيدة للإهمال أو التقصير في المستشفيات، يعني معظم المستشفيات الحكومية تعاني من إهمال وقصور. فيعني كيف يمكن حل هذه المسألة؟ يعني هل يمكن ذلك بقانون مثلا أو إجراءات تلزم الجميع بالحفاظ على الشكل العام يليق بالحياة الأدمية؟ في شقين حضرتك للي حضرتك بتقولي عليه. هو أي تطوير مش هيحصل بدون توفير نفقات وتخصيص ميزانية ملائمة، لأنه عندي قطاع صحي مهمل بقاله أكثر من 50 سنة، عندي 20,000 وحدة صحية منتشرة تعاني من أقصى درجات الإهمال. في تطور حدث كبير في مراكز بعينها، في مشروعات مرتبطة بالدعم وبجهد المجتمع المدني، عملت وحدات صحية راقية جدا في الصعيد وفجوة بحري. لكن وزارة الصحة على وجه التحديد محتاجة خطة إعادة تأهيل لكل منشآتها الصحية بشكل يتوافق مع الممارسات الصحية العالمية، لأن عندنا قصور شديد في هذا المجال. عندنا عدم الالتزام وانضباط بالمعايير الصحية العالمية، المواطن تحديدا البسيط ما بيحصلش على الخدمة اللائقة اللي تليق بيه. وزي ما بقول لحضرتك ربما يكون درس معهد القلب القومي
درس لوزاره الصحه، درس للوزارات كلها اللي عندها منشات مرتبطه بالخدمات المباشره مع المواطن، زي وزاره النقل، زي وزاره الصناعه، وزارات كتير الحقيقه، وزاره التربيه والتعليم. لازم عندنا آلية ونظام وسيستم، وعندنا قاعدة بيانات. ده مفتقد. احنا حطينا رجلنا على اول الطريق وبعدين وقفنا، وبعدين قامت الثورة فوقفنا 3-4 سنين. الحمد لله في استقرار نوعي موجود، فلازم نبدأ نشتغل من اول وجديد. يبقى عندنا قاعدة معلومات رئيسية، عندنا نظام، عندنا خريطة. العالم سبقنا، مش هنخترع عجلة في النظام. ناخد النظام ونشتغل عليه كويس، والمسألة مش صعبة ومش مستحيلة. قوات مسلحة خلصت معهد قلب شهر، قوات مسلحة خلصت قناة السويس في سنة، قوات مسلحة مع وزارة النقل خلصوا رصف أكثر من 3200 كيلو طرق أو شكل ما انتهوا منهم في سنة. كل الكلام ده موجود. هنبدأ في حفر ست أنفاق، بدأنا في حفر قناة تانية في بورسعيد. كل الكلام ده اللي حصل الناس ربما مش متخيلة حجم الإنجاز اللي حصل، إنما هو إنجاز حقيقي وإنجازات كتير، بس لأنه إحنا مشاكلنا كتير طول 50 سنة، فبالتالي لسه قدامنا كتير وبنحلم بأكتر من كده كمان. صحيح. ننتقل إلى الصفحة الأولى وموضوع عن نتائج الثانوية العامة والتنسيق، فنطالع هذا العنوان. غدا نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق والمؤشرات النهائية 98.2 للطب و 96.9 للصيدلة و 93.6 للهندسة. مفاجأة في الإعلام والاقتصاد والمرحلة الثانية الثلاثاء. أستاذ نبيل، من خلال هذا الملف وما جاء في الجريدة، كيف ترى نتائج الثانوية العامة هذا العام؟ والحقيقة زي السنة اللي فاتت عندنا الحمد لله يعني النتائج نوعا ما نتائج جيدة ومبشرة، في ظل ان احنا حتى الان زي ما بقول لك مصر ان احنا عانينا طول ال4 سنين اللي فاتت. فالمؤشرات جيدة. عندنا 120 الف طالب في المرحلة الاولى، تقريبا شغلوا كل اماكن كليات القمة، مش هيتبقى غير أماكن محدودة في كلية الاقتصاد والإعلام. عندنا يوم الثلاث 150 ألف طالب في المرحلة الثانية، هيتقدموا في المرحلة الثانية، وربما زي ما قلنا في أماكن في بعض أو قلة من كليات القمة، لأنه حصل تغير نوعي في اختيارات الطلاب. الطلاب في اختياراتهم زمان كان أحلام الطلبة الدخول في اقتصاد والعلوم السياسية، الدخول في إعلام. حصل تغير في رغبات الطلاب، هو بيتجه للكليات الخاصه بالكمبيوتر، بالحاسبات الاليه، بالكليات العمليه لو بالتحديد، لانه فيها فرص عمل. صحيح. افضل، فيها عائد مادي افضل. فده كان تغير مطلوب الحقيقه. زمان في الستينات كان في تركيز على الكليات اللي بتخرج مدرسين ومحاضرين، لان سوق العمل كان بيفرض ذلك. بعد كده دخلنا في الكليات الطبية، كانت وبعدين كليات السياسية، وبعدين الحمد لله وصلنا ان احنا بقى عندنا رغبة من ابنائنا في دخول الكليات العملية. وده حقيقي فرق، لانه كان احدث بحث علمي رصد انه الطلبة في امريكا واسرائيل واوروبا تقريبا المتجهين للكليات العملية كانوا 3 أضعاف في نسبهم الطلبة اللي في مصر في المنطقة العربية اللي بيتاجوا للكليات العملية. وده كان فارق قوي في مستوى التقدم العلمي في الدول دي، وكان مؤشر حقيقي لمدى الفرق بيننا وبينهم في هذا المكان. اذا نستطيع القول اننا بدانا نقترب. الحمد لله. والى الصفحه الثانيه وفوز الزمالك بالدوري، ونقرا هذا العنوان: احتفالات صاخبه لجماهير الزمالك بعوده الدرع الغائب لميت عقبه. استاذ نبيل، يعني كيف يمكن استغلال اجواء الفرحه والاحتفال كبدايه للدوري الجديد بشكل ايجابي، وايضا ان يؤثر ذلك بشكل ايجابي على مباريات الزمالك؟ خد الدوري، يبقى مصر حصل فيها ثورتين. يعني الزمالك خد الدوري بعد غياب 10 سنين. طبعا بنهني كل جماهير الزمالك، وبنهني المستشار مرتضى منصور، لانه الحقيقه يحسب له انه قدر يعقد صفقات كتير جدا اضافت قوه للمدرسه البيضاء ومكنتهم من الفوز بدرع الدوري. والاهلي بيبني فريق جديد، وان شاء الله تبقى المنافسه افضل في السنوات المقبله. لكن كون الزمالك يبقى قوي ده اضافه قويه للرياضه المصريه. لو الاهلي لوحده قوي او الزمالك لوحده قوي، ده ما بيعملش دوري قوي في النهايه، ما بيعملش منتخب قومي قوي في النهايه. طيب. احنا عايزين يبقى عندنا مره زمالك، مره الاهلي، مره انبي، مره الاسماعيلي. بكده يبقى عندنا دوري محترم ودوري مليء بالمحترفين، وبكده يبقى في مستقبل افضل للكره المصريه.
كل ما عندنا ناس اقوياء او فرق اقوياء، كل ما عندنا كوره قويه، كل ما عندنا مهندسين اقوياء وضباط اقوياء وامن قوي، هيبقى عندنا دوله قويه. عايزين نبقى فايزين في مجالات كتير لان احنا نستحق ده كمصريين. صحيح صحيح، وبالطبع نهنئ جماهير نادي الزمالك مرة أخرى بألف مبروك ليهم طبعا. طبعا، وبهذا الملف نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة اليوم في العدد الجديد من جريدة أخبار اليوم. نشكر ضيف هذه الحلقة أستاذ نبيل عطا مدير تحرير الجريدة. شكرا أستاذ نبيل. شكرا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن متابعتكم، وغدا جولة إخبارية جديدة وفريق عمل جديد، فانتظرونا. إلى اللقاء.